هذا يقول: ما علاقة الماسونية والمخابرات الدولية لبعض الدول بخوارج العصر؟ أقول يا إخوة، بدراستي لهذا الأمر ظهر لي والله أعلم أن هؤلاء الخوارج على صنفين. صنف في الحقيقة إنما هم أهل دنيا وتحركهم استخبارات معادية للإسلام وأهله وتدفع لهم أموال طائلة، وهذا كثير في القادة. وصنف هم أهل تدين على ضلال كالخوارج المتقدمين، وإن كان الخوارج في الجملة الذي تحركهم الدنيا. ولذلك الحسن البصري قال عن الخوارج إنهم أهل دنيا، فقيل له: كيف تقول هذا فيهم وأحدهم يأخذ رمحه حتى يقتل؟ فقال: إنما منعهم الأمير من الدنيا، ما منعهم من صلاة ولا صيام، ولكن منعهم من الدنيا. فأنا لا أشك أن كثيرا من القادة هم في الحقيقة يعني تابعون للفكر الماسوني وتخطيطاته ولعدد من الاستخبارات المعادية للإسلام وأهل السنة. وأرى والله أعلم أنهم غرسوا في المناطق التي هم فيها الآن لتحقيق أهداف، فإنك تلحظ أنهم إنما وضعوا في مناطق حساسة فيما يتعلق بالبترول، سواء ما يتعلق في العراق أو سوريا أو ليبيا اليوم. وهذا مخطط لضرب الاقتصاد وضرب البترول، لأن وجودهم في هذه المنطقة جعلهم يسيطرون على كثير من البترول ويبيعون البترول بسعر رخيص، مما جعل أسعار النفط تتهاوى وضغط على الدول الإسلامية المجاورة. وأنا أرى والله أعلم بالاستقراء والنظر والدراسة، وقد ذكرت هذا سبحان الله قبل 6 أيام، أنهم الآن ينقلون أماكن الخوارج إلى منطقتين متباعدتين بعيدتين، أما إحداهما ففي المغرب العربي، دول المغرب العربي ولا سيما في الصحراء، وأما الثانية ففي إندونيسيا لا سيما في الغابات. وذكرت هذا لإخواني في إندونيسيا قبل 5 أيام تقريبا، وقلت: ينبغي أن ينتبه. وأنا أظن أن الخوارج اليوم يجمعون أعدادا من المسلمين في جنوب شرق آسيا ممن يعانون الاضطهاد أو من غيرهم في إندونيسيا، لتكون مركزا جديدا للخوارج. وتلحظون أن المنطقتين متباعدتان، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب، وهذا مخطط جديد فيما يظهر والله أعلم بعد أن تحققت معظم الأهداف من وجودهم في هذه المناطق التي فيها إشغال الأمة عن مصالحها. لكن هذه العلاقة في ظني ونظري، بل والواقع الذي رأيته من الموقوفين ومن غيرهم، وأنا قلت لكم ليس جميع الموقوفين خوارج، لكن عندهم شيء من الانحراف يتفاوتون فيه، لكن الذي رأيته أن كثيرين منهم أهل تدين على طريقة خاطئة، على طريقة الخوارج المتقدمين.